السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء. وفي عبارة جديدة تتعلق بأخطاء شائعة في اللغة الإنجليزية, common mistakes in English. اليوم العبارة هي disappointed. Disappointed تأتي مع by, about, or at إذا كان بعدها شيء معين, فنقول disappointed by something وليس from. فما تجي هنا from مع disappointed إذا أريد نتكلم عن الأشياء, إذا كنا محبطين بسبب شيء معين. Don't say, for example, هنا مثال, Philippa was disappointed from the low mark she got in the test. فهنا ما تجي disappointed from, لكن تأتي Philippa was disappointed, Philippa كانت محبطة, فتجي وياها by, about, or at, أي واحدة من عدهن. وثم نذكر الشيء اللي بسببه يعني أصبحت فيليبا محبطة, اللي هي the low mark she got in the test. فبسبب الدرجة الناصخة نريد نقول, أو الدرجة الضعيفة اللي حصلتها في الامتحان. إذا نتكلم عن disappointed, إذا أنت محبط بسبب شخص معين, فنذكر with or within. فهنا don't say Jane was disappointed from her son. فما نقول disappointed from, نفس الحالة انه لازم نقول Jane was disappointed with, okay, or within her son, يعني شخص هنا. فجين محبطة من ابنها. ملاحظة, note, before a person we use with or within, مثل ما قلنا إذا قبلها شخص نذكر with or within, إذا قبلها شيء before a thing نستخدم at, about, or by, مثل ما قلنا. لكن before a gerund, gerund هنا فعل b-i-n-g يصير جملة اسمية أو يعطي يعني معنى الاسم, فنستخدم at, يعني disappointed at. For example, Keith or Keita is very disappointed at not winning the prize. Okay, فكيتا أو كيتا جدا محبطة بسبب أنه ما فازت بالجائزة. نستخدم, we use that, الجملة ناقصة المعنى مع that, optional, طبعا هذه اختياري, مع disappointed. Okay, I was disappointed that I didn't get an invitation. أنه أنا كنت محبط بسبب أو لأنه أو بسبب أنه أنا ما حصلت يعني دعوة, invitation. فهنا أنا I was disappointed, هذه جملة كاملة المعنى, أتت بعدها جملة ناقصة المعنى تسمى clause, استخدمنا وياها that, optional, يعني اختيارية, يعني بأنه, يعني أنا كنت محبط بأنه, وتشرح أنه هذه الجملة الناقصة يعني وضع أو سبب إحباطك بأنه I didn't get an invitation, لم أحصل على دعوة. Thank you so much for listening.